العملاء النواب، أرجو الجلوس في أماكنكم حتى أبدأ الجلسة. أصحاب المعالي والسعادة الزملاء النواب، أرجو الجلوس في أماكنكم حتى أبدأ الجلسة. أرجو إغلاق البوابات إذا تكرمتم. ممكن إذا تكرمتم الجلوس في أماكنكم. زملاء، عليك السلام. زملاء النواب، أصحاب المعالي الوزراء، أماكنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. النصاب مكتمل. أعلن افتتاح الجلسة. وقبل أن أبدأ بجدول الأعمال، اسمحوا لي أن ننعى زميلا لنا كان في المجلس 13 وكان من خيرة أبناء الوطن، خادما لوطنه ومليكه، الأخ أبو يوسف الأستاذ رياض السرايري. فأرجو من الجميع أن نتلو الفاتحة على روح الطيب. إذا سمحتوا، يعني أولا بنرحب في طلبة الأغوار الشمالية البرلمان الشبابي الموجودين بالشرفات بضيافة مجلس النواب الأردني. أهلا وسهلا بكم مجلس النواب، ونتمنى في السنوات القادمة أن تكونوا أعضاء فاعلين في هذا المجلس الموقر. يعني إذا سمحتوا، تفضل أخ مفلح. في عنا شركة الكيبلات في محافظة المفرق. هذه الشركة 400 عامل يشتغلوا بهذه الشركة. هذول العمال صاروا لهم 3 أيام معتصمين أمام الشركة. أطلب من الحكومة ومن وزير العمل حل مشكلتهم، لأن هذه الشركة تضغط على العمال، لغت التأمين الصحي. باختصرها الدقيقة. لغت التأمين الصحي والآن تضغط على العمال على أن يرمجوا 200 عامل من هذه الشركة، لأنها تخطيطها لبيعها لمستثمر جديد. فلذلك هذول العمال عندهم عائلات ورواتب لحد الآن ما استلموا. شكرا سعادة. شكرا يا زملاء. يعني في جدول أعمال، نرجع عن إطار جدول أعمالها. يعني بدي تساعدوا معي إذا تكرمتوا. تفضل أخ اللوزي. سيد الرئيس، الأخوة والزملاء، وصلتنا معلومات أنه تم الحرب 67 على أسوار القدس الشريف، وأنه تم جمع رفاتهم وتم تحويلهم إلى الطب العدلي الإسرائيلي. هؤلاء هم أبطال الجيش العربي الذين دافعوا عن القدس حتى سلموا أرواحهم إلى باريها. نترحم عليهم وننتظر من الحكومة وبكل ما أمكن من وسائل لتبقى أجسادهم قبضة طرية يحتضنها تراب القدس الطهور، ولتبقى شاهداً عن الحق والذي سيعود لأهله وإن طال الزمن. وفي حال معرفة أسمائهم لنتشرف بالذهاب إلى أهاليهم لنبارك لهم بهذا الشرف العظيم وإطلاق أسمائهم على شوارع مهمة من عاصمتنا الحبيبة. سعادة الرئيس، إخواني الزملاء الكرام، إذا سمحتوا لي لنقف الآن وبكل إجلال واحترام وتقدير لقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة. شكرا. شكرا لكم، يعطيكم العافية. يا أخوان إذا سمحتوا، يعني يا خالد يا زملاء، يعني خلوني أذهب إلى جدول أعمال إذا تكرمتوا. ممكن إذا سمحتوا أن أرجع إلى جدول الأعمال. أخ حسن، إيش؟ تفضل، شو المطلوب؟ نعم. إذا سمحتوا دقيقة. يا إخوان، يعني كل واحد بده يطلب دقيقة، أنا عندي جدول أعمال إذا سمحتوا، تفضل. إذا سمحت لي، القرارات التي تم أخذها من قبل أمير عمان المنتهية ولايته في تاريخ غير قانوني، حيث تم أخذ تلك القرارات بعد إعفائه من منصبه من قبل مجلس الوزراء، وهذا واضح من خلال الكتاب الصادر بموجب قراره، حيث تبين أن هناك تلاعب في تاريخ إصدار القرار، وهذا قرار مشوب بالفساد والمحسوبية ومخالفة للقوانين والأنظمة،
ومعيب بحق مؤسسة وطنية نفتخر بها جميعاً، كما أنه مغاير لحديث جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله ورعاه في الورقة النقاشية السادسة، متسائلاً جلالة الملك بمرارة في معرض حديثه عن الشباب مقتبس: فأي جيل يمكن أن يحمي سيادة القانون أو أن يدير مؤسساتنا وقد ترسخت الولاءات الفرعية على حساب الوطن؟ الولاء لعدل بالتاجي وليس للوطن. وهنا يجيب جلالة الملك في معرض الرد على تلك الظاهرة بالقول: لقد شهدنا في السنوات الأخيرة بعض الممارسات في خصوص والتي أرى فيها تجاوزاً على مؤسساتنا وإثقالاً لها وللمواطنين بموظفين غير أكفاء وتجريداً شكراً يا حسن. يوم الساعة 3 من مساء يوم الثلاثاء الواقع في 15 جمادي الآخرة 1438 هجرية الموافق 14/3/2017 ميلادية. أولاً تلاوة محضر الجلسة السابقة. ثانياً تلاوة الإجازات والاعتذارات. طلبات معذرة مقدمة من أصحاب المعالي والسعادة السيدات والسادة النواب وأهل الزوج إنصاف الخوالدة شاه العمارين عيسى الخشاش بن مجدي قويسم إبراهيم أبو السيد وفاء بن مصطفى عبد الله عبيدات سليمان الزمن فضيل النهار زينب الزبيد محمد نوح قضاء عبد الكريم الدغمي إبراهيم أبو العز عقل الزبون حمص الشريف خير عطية. ثالثاً طلبات المناقشة. ألف طلب مناقشة رقم 2 تاريخ 2/2/2017 حول شركة الكهرباء الأردنية سنداً لأحكام المواد 138-141. في مذكرة مقدمة من أكثر من 23 زميل حول مناقشة أو مناقشة عامة بخصوص امتياز الكهرباء. ف يعني ما بعرف إذا حتى لا نفسح مجال وأن نضيع الوقت. بس أكمل. تفضل أخت النظام حسين قبل ما أبدأ، يعني ما أنا ما خالفت النظام حتى أنا. ما بحكي عن هذا الشيء، أنا آسف، ما بقول أنك خالفت النظام. طيب، تفضل. شكرا. في موضوع شركة الكهرباء أحببت أن أشير للمجلس الموقر بأن اتفاقية تجديد الامتياز معروضة على اللجنة المشتركة القانونية والطاقة، لذلك البحث في هذا الموضوع قد يكون سابقا لأوانه إلى حين البت في موضوع تجديد اتفاقية الامتياز واتفاقية التسوية. طيب أخ خالد تفضل. بسيط على ما تحدث به الزميل مفلح من المفرق، احنا إن شاء الله يوم الأحد القادم راح نعقد لجنة عمل وبحث قضية عمال الشركة هاي 400 واحد في المفرق. وبدني على كلام زميلي القيسي بأن هذه بعد ما بتناقش في لجنة لجنتي الطاقة والقانونية انه نبحثها مشان ما يصير في تراخي. وشكرا. احمد المسعد. دولة الرئيس الوزراء من خلال الرئاسة الجديدة بعدد من التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها امين عمان السابق عقل بالتاجي، اذ قام فور علمه باقالته من منصبه باعلام حاشيته، واضطرب منهم بتجهيز عدد من الكتب المتضمنه اتخاذ قرارات مخالفه للقانون والنظام، تم خلالها اجراء تعيينات جديده غير مدرجه على جدول التشكيلات وهيكله الامانه، ضاربا بعرض الحائط كل القوانين والانظمه المتعلقه بهذا الشان، مثلما ناقضت المسؤولية الأخلاقية التي تحتم عليه عدم ممارسة أي عمل بعد إقالته. أنا أطالب دولة الرئيس ومن خلال الرئاسة الجليلة وأنت صاحب الولاية ونحن نشكرك على حل البلديات وأمانة عمان. نعم أنت الرئيس فعلا الجريء الذي اتخذت هذا القرار، ولكن أطلب منك يا دولة الرئيس أن يوقف هذا القرار لمصلحة الجميع. الآن الشارع ليس محتمل في أمانة عمان، بالأمس كان هناك شرطة وتكسير. أرجو من دولة الرئيس مخاطبة معالي يوسف الشواب الرجل الذي نحترمه والرجل الميداني أن يوقف مثل هذا القرار. وشكرا دولة الرئيس. يا زملاء يعني أبو كرم كثير لأصحاب المذكرة بطلب المناقشة العامة، وكما أشار الزميل حسين القيسي فإن اتفاقية امتياز شركة الكهرباء الآن هي قيد النظر والإجراء لدى اللجنة القانونية، وكذا الأمر فيما يتعلق برخص شركات توزيع الكهرباء شركة إربد وشركة توزيع الكهرباء الأردنية. أنا أقترح على الزملاء ومقدمي هذه المذكرة أن نرجع النظر فيها لحين إتمام مهمة اللجنة القانونية، مع كل احترام وتقدير لكل الزملاء ولحرصهم الدائم على الوطن وعلى مصلحة المواطن. شكرا. رخصة الامتياز لتسهيل عمل المجلس، أطلب من خلال الرئاسة الجليلة من الحكومة تزويد اللجنة المختصة بالتالي من أجل وضع المجلس بشكل صحيح بواقع قضية الكهرباء. أولاً
الطلب من شركات التوزيع الثلاث بيانات الطاقة الكهربائية، بمعنى مبيعات الطاقة الكهربائية لشركات التوزيع أطلبها من الشركة الوطنية لأعوام 2014 و15 و16 وأول شهرين من 2017 بالجيجا وات ساعة وما يقابلها بالدينار وبشكل شهري مفصل. بالمقابل أيضا أطلب من شركات التوزيع أن تقدم نفس المعلومات، ولكن الطلبين بس إذا سمحت أخ خالد، خالد بيه. نعم أعطي الصوت آخر كلمتين أن تقدم هذه الأرقام ممهورة وموقعة من رؤساء مجلس الإدارة أيضا مع الرخصة الامتياز. شكرا. أطلب اتفاقية الامتياز، أطلب اتفاقية المصالحة والتسوية التي أفضت إلى رخصة الامتياز. رخصة الامتياز أتت بناء على اتفاقية مصالحة وتسوية بين الحكومة وشركة الكهرباء. خلينا أخوان يعني مشان ما نبعد عن مضامين نظامنا الداخلي، الآن في مقترح من الزملاء بتحويل هذه المذكرة. أولا، هل يرى المجلس بأنها تصلح للنقاش؟ إذا رأى المجلس سنقترح المقترح الثاني. هل يرى المجلس بأنها صالحة للنقاش؟ برفع الأيدي. معناته يعني هل يرى المجلس بأنها صالحة إذا برفع الأيدي؟ خل أروي أني إذا سنشارين. طيب، هل المجلس مع تحويلها إلى لجنة قانونية وطاقة؟ الأغلبية. شكرا. إذا تحول إلى لجنة الطاقة والقانونية. طلب مناقشة رقم 3 تاريخ 12/3/2017 حول اتفاقية الغاز سند لأحكام النواب 132/141 من النظام الداخلي لمجلس النواب. نعم، محمد أديب. تفضل أخ محمد. شكرا سعادة الرئيس. زملائي الكرام، هذا النقاش تم خلال المجلس الماضي بنفس هذا الموضوع، وكان غالبية المتحدثين ليسوا رافض لهذه الاتفاقية، لكن الحكومة ضربت هذا الحديد بعرض الحائط، وقرأت من شهرين أن هناك استيراد للغاز. لكن قبل ما نقرر أنه إحنا مع النقاش أو عدم النقاش، أنا توجهت بسؤال من 15 يوم إلى الحكومة، هل هناك بنود سرية بهذه الاتفاقية؟ وعلى الأقل زودونا، لو سمحت لي دقيقة، زودونا بصورة طبق الأصل عن هذه الاتفاقية، ولم يردنا الرد حتى هذه اللحظة. فأنا أتمنى أن يكون بين إيدين النواب صورة طبق الأصل عن هذه الاتفاقية حتى نستطيع أن نقرر نناقشها ولا نناقشها. شكرا. أولاً، أخرى موقعة للزملاء وحولت بموجب طلب المذكرة أنهم بدون الاطلاع على الاتفاقية، وحولت إلى دولة الرئيس والحكومة بصدد تزويد المجلس فيها يعني خلال الوقت القريب جدا من هذه الاتفاقية. أخ صالح بس أكمل وبعطيك نقطة النظام، ماشي، هو في مصلحة بعطيك نقطة النظام، وأخوي بعطيك كلكم. فالآن في مذكرة حولت إلى الحكومة للاطلاع على الاتفاقية، ومن ثم سيعرض يعني طلبكم بعدين بناء على النقاش. يعني هل انتم مع رجاء النظر بهذه؟ هل انتم رجاء ريثما يزود المجلس بالاتفاقيه؟ يا اخوان اذا انكم خلينا نحكي، ما اذا انكم مع الرجاء يتم النظر. ها؟ نقطه نظام مصلح. طيب تفضل. وقع حتى يصار لنا ممارسه حق الدستور في الرقابه على هذه الاتفاقيه. الان نريد موقف واضح من دوله رئيس الوزراء التزام الحكومة بتصويتنا بهذه الاتفاقية، على ضوء سنقوم بالتصويت على أي مقترح آخر. شكرا. طيب الأخ صالح نقطة النظام. أولا أنا وجهت سؤال للحكومة، جوابني وزير الطاقة أنه ليس لك صلاحية يا نائب أن تطلب هذه الاتفاقية، وفقط جوابني بديوان الخاص بتفسير القوانين اللي بقول ما بصير للنائب يطلب أو يسمي الأشخاص، هذا جانب. إذا بدك أطلب من اللجان، فأنا خطبت سعادتك إنه هذا جوابهم وبدنا صورة عن اتفاقية. في جواب آخر للدكتورة ديمة طابوب
يجاوبها وزير الطاقة خلاف الجواب الجوابنية وقول إنه هذه من الوثائق الرسمية أو لحماية أسرار الدولة. طبعا بين يدي اتفاقية وادي عربة كلها، من أهم هي ولا اتفاقية الغاز؟ وبالتالي أنا باعتقاد الحكومة قد جاوبت بجواب عن وزير الطاقة بهذا الخصوص، وأنا أقول لا بد أن نبحث ما دام هذه الإجابة بهذا الخصوص. يعني إذا يا أخوان سعادة الرئيس خلينا نسمع من الوزير يا أخوي خالد. وجهت إلينا عدة أسئلة. مضبوط سعادة الدكتور صالح، إحنا جاوبنا هيك وأعتقد إجاباتنا متسقة اللي قمنا بتقديمها، لكن إحنا اتفقنا أيضا مع رئيس لجنة الطاقة، وأنا عرضت عليهم بشهادة رئيس اللجنة والأعضاء إنه إحنا جاهزين نيجي ونقدم الاتفاقية كاملة مكملة أمامهم، لكن كنا هناك بعض البنود التجارية التي من الصعب نصح عنها للملأ، إحنا عندنا استعداد أن نطلعهم عليها بالتفصيل، وهذا الاتفاق حاصل. والآن إحنا أيضا اتفقنا مع الرئاسة الجليلة للمجلس أن نقوم بتزويدهم بالاتفاقية حتى تكون بين أيديهم. كلامك أكيد صحيح. أخ مرزوق. سعادة الرئيس، يعني إحنا نتحدث عن شيء غائب، بما أن الاتفاقية الآن مش بين أيدينا، وبما أن أنت يا سعادة الرئيس طلبت الاتفاقية من الحكومة، فاحنا يعني ارجو انه بنحول على المذكره لجنه الطاقه لحين ورود هذه الاتفاقيه، ومن ثم يتم تقديم تقرير مفصل للمجلس من قبل لجنه الطاقه ويتم مناقشته. طيب شكرا سعاده الرئيس. نقطه النظام يوسف الجراح. الرئاسه الجليله بمطالبه دوله الرئيس بتزويد المكتب الدائم هذه الاتفاقيه لكي نتمكن من مناقشتها بند بند، لا نستطيع ان نناقش اتفاقيه ليست موجوده بين يدينا الان. شكرا لك. اذا وصلت حتى المقدمه من الاخوه النواب، اولا يعني من المستحيل ان الحكومه الاردنيه تشتغل ضد مصلحه الوطن. الاتفاقيه تم التوقيع عليها وانتهى الموضوع، وريثما انه في عم نستنى جواب من دوله الرئيس، يعني ليش احنا عم نعمل امور ما فيش داعي لها او مش في وقتها. ارجو من دوله من سعاده الرئيس انه نتجاوز عن هاي المرحله حتى يصلنا الرد من الحكومه، وشكرا. طيب تفضل الزيود. لماذا لا يتم إظهارها للعيان لمعرفة موقف الطرف الأردني منها ومعرفة مواطن القوة والضعف فيها ومعرفة الشروط الجزائية في حال عدم التزام أي طرف من الأطراف؟ وبما أن هذه الاتفاقية مرت وانتهت ولمصلحة الوطن والمواطن وبينها فيها مصلحة الوطن، نحن نسمع بس بدنا توضيح من الحكومة، وبعد التوضيح من سمعنا التوضيح عبد المنعم نقطة النظام. أنت أعلم مني بما سوف أتحدث. أنت تعلم سعادة الرئيس أنه استقر العرف البرلماني في هذا المجلس فيما يتعلق بالمذكرات النيابية، أن المذكرة تطرح على المجلس فيما إذا كانت هذه المذكرة تصلح للنقاش في تلك عن تلك الواقعة في ذلك الوقت. فإذا أجاب المجلس أن هذه المذكرة تصلح للنقاش حاليا، يقوم بعد ذلك بطرح المقترحات الأخرى فيما يتعلق بهذه المذكرة. هكذا يقول النظام الداخلي، وهكذا استقر عليه العرف البرلماني في هذا المجلس. فيجب ابتداء أن تطرح، وهذا تعليق على النقطة الأولى البند الأول، أن يجب أن نقول هل هذه المذكرة في الوقت الحالي تصلح للنقاش، من ثم ندخل في التفاصيل الأخرى. سعادة الرئيس وشكرا. كل النواب أثناء مناقشة الثقة بالحكومة حكوا عن موضوع الغاز، والحكومة مشكورة أجابت بها بالرد على خطابات الثقة، وبناء عليه نالت الحكومة الثقة 84 صوت من مجلس النواب. فتح هذه المواضيع وهذه المذكرات هي بصراحة تضييع للوقت، والمجلس صوت، وأنا بتمنى إقفال باب النقاش في هذا الموضوع. شكرا. لو سمحتوا، أولا خلينا نحترم النظام الداخلي، ما فيه نهي، بس دقيقة إذا سمحت. لا مش على كيفي، بس على حكمني. أستاذ عواد، أخ عواد، أرجو أولا أن يتسع صدرك إلي، معلش، بس إذا تكرمت هدوءك. اللي طرحه عبد المنعم 100%، اولا هل يوافق المجلس او هل يرى بانها تصلح للنقاش هذه الاتفاقيه؟ برفع الايدي. اذا انه المجلس وافق على مناقشتها، يا اخوان اذا سمحت، هكذا نص النظام الداخلي. استاذ عبد الله،
أنا خالفت النظام وعدت عن مخالفتي، ومن ثم سأطرح للنظام الداخلي. خلينا نصوت وبعد ما أصوت بعطيكم. أولا برفع الأيدي، خلينا إذا سمحتم. الآن إذا المجلس لو سمحت خلينا نعد. لا مانع لو سمحت أخ عبد الله. لا بصير إنه هلا بصير أخ عبد الله. كلكم رافع أيديكم أستاذ عبد الله. دقيقة لا مانع نزود بالأرقام إذا سمحت. إخوان إحنا الآن نناقش تصلح ولا لا تصلح، ما في اقتراحات. إذا إنها تصلح اللي موافقين على أنها تصلح 23 نائب من 96 نائب، 93 صاحب. إذا يا أخي طرحت على التصويت، هل يرى المجلس بأنها تصلح للمناقشة؟ جاوب 23 نائب برفع الأيدي. لم تنجح للمناقشة، تفضل. ستزود الحكومة اللجنة خلال ال 24 ساعة القادمة بالاتفاقية من خلال لجنة الطاقة، ومن ثم ستدعو لجنة الطاقة جميع الزملاء للاطلاع على الاتفاقية. أمين العام. رابعا أردون على الأسئلة. واحد كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 37 تاريخ 4/1/2017 والفقه كتاب معالي وزير النقد جوابا على السؤال رقم 78 والمقدم من سعادة النائب الدكتور أحمد الرجل. دكتور أحمد تفضل. أخ محمد نقطة نظام تفضل قبل ما أبدأ. مجلس انتقال الحكومة قراري صح يا دكتور عبد الله، قراري صح 100%. أنا كنت السيد أحمد الرجل. لا أنتم كاتبين مذكرة والمجلس له الحق أن يقرر تصلح النقاش ولا تصلح، مش أنت اللي كتب مذكرة يلزم المجلس بالمناقشة. أستاذ أحمد الرجل لك السؤال. شكرا سعادة الرئيس، حضرات النواب المحترمين. النواب احتكموا للنظام الداخلي يا معالي الأخ. أستاذ عبد الله أنت رئيس كتلة ورجل موقر ونائب مخضرم، هنالك نظام داخلي وما عرض هو ضمن النظام الداخلي. تفضل أستاذ أحمد. شكرا سعادة الرئيس، حضرات النواب المحترمين، أسعد الله مساءكم. إشارة سريعة، أنا شخصيا أعبر عن باله استهجاني لأن نتجاوز نقاش القضية المهمة تتعلق بالغاز. خلينا بالسؤال أستاذ أحمد، إذا تكرم دكتور أحمد يتعلق. خلينا بصل موضوعنا بقضية مست الشارع الأردني بالمجال. على كل حال كنت قد توجهت إلى معالي وزير النقل بالسؤال التالي في 6/12/2016، ما هي الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمتابعة وضبط دخول شركتين جديدتين لخدمة التاكسي في المملكة، شركة أوبرا وشركة أوبر، نعم، وشركة كريم؟ وجاءت الإجابة في غاية الاختصار والاقتضاب. وقبل أن أبدي ملحوظاتي أرجو من معالي وزير النقل المحترم مزيدا من البيان والإيضاح، وشكرا. شكرا زميل. موضوع التطبيقات الذكية والشركات، يعني هذه التطبيقات الذكية واضحة وصريحة بأنه تستعمل كما يستعمل الواتساب في التلفون. هذه الشركات شركات عالمية، وبالتالي استعمالها من قبل المواطنين سهل جدا. حتى نضبط إيقاع هذه الشركات تم الاجتماع مع كافة الشركاء بما فيهم التاكسي الأصفر اللي احنا بنحافظ عليه واللي عددهم حوالي 17,000 تاكسي، وتوصلنا إلى اتفاق مفاده بأنه أخرجنا تعليمات صدرت بالجريدة الرسمية في 1/3، ومفادها تنظيم هذه الشركات حتى تدخل بالصفة العمومية. بمعنى آخر قانون السير لا يسمح للصفة الخصوصية بنقل الركاب، وإنما يسمح له بالصفة العمومية. وعليه تم من خلال هذا الموضوع بعد أن صدرت التعليمات ب1/3 بأن تم التجسير فيما يتعلق بالتاكسي الأصفر، بأنه هنالك 3400 تاكسي أصفر الآن أصبحت تستعمل التطبيقات. وجود هذه التطبيقات هي الرفع بسوية قطاع النقل بالتاكسي، وهي من الأهمية بمكان أن يعرف المجلس الكريم بأنه هذه الخدمة توفر حركة على التاكسي الأصفر
بدلا من ان يتحرك في الشارع العام يستطيع المواطن من خلال هاتف المتنقل ان يطلبه. شركات زي شركات المميز عندها 300 سياره وعندها ايضا سيارات للاقل حظا وعندها سيارات للسيدات اللي بيقودوها، وهي اشتركت مع هذه التطبيقات الذكيه. التطبيقات الذكيه موجوده لرفع مستويه القطاع، وبالتالي احنا كي نحافظ على التاكسي الاصفر سمح لهم باستعمال هذه التطبيقات، والان هم بيرفعوا قاعدين مسويتهم. بمعنى اخر اللي بدي اقوله انه هذه التطبيقات الذكيه بتعطي اداء، بتطلب مؤشرات اداء، والمؤشرات الاداء ان تعرف من هو السائق الذي تركب معه، وتعرف رقم سيارته، ويراقب بالجي بي اس ومعروفه حركته، وبالتالي انت تستطيع ان تكون مرتاح عندما ينتقل ابنك او بنتك بهذه السياره. شكرا سعاده الرئيس. ورجعت الى مصادر متعدده فوجدت تناقضا في اجابتي معليه مع الواقع، فقد اكد مصدر مسؤول في بعض الصحف في هذا الوطن الحبيب ان الشركتين لم ترخصا ولم تمنحا اي رخصه، وبالتالي فان عملهم غير قانوني في المملكه. واكد هذا المصدر المسؤول ان وزير النقل، ومع الاحترام الشديد لشخصه الكريم، يتعامل مع هذا الموضوع بشكل فردي دون الأخذ بالعقل الجمعي في هذا الأمر المهم. وأيضا بحسب التعليمات الصادرة أخيرا في الجريدة الرسمية يمنع مزاولة خدمة التطبيقات الذكية إلا بعد الحصول على الترخيص وإبرام العقد. ومع ذلك فإن الشركتين تمارسان العمل في المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا ما أكده أيضا مصدر مسؤول وزارة النقل بقوله هكذا بالنص، إن هذه التطبيقات تعمل حاليا في الأردن بشكل غير قانوني. وذكر معاليه مع الاحترام أن ثمة اتفاقا مع سائقي التاكسي، بل إن سائقي التاكسي قاموا بوقفة احتجاجية ووجدوا أن مثل هاتين الشركتين تضران بمصالحهما في المملكة. كما انني قد وجدت ما يلي: ان مجموعه كبيره من المواطنين اتصلوا بالتطبيقات الذكيه يا معالي الوزير، فوجدوا ان الشركتين ليستا في الاردن ولم يجب على الهواتف المذكوره في بذلك الشان. واود ان الفت انتباه الزملاء وزميلات ان شركه اوبر تاسست في فرانسيسكو 2010 ميلادي، فهي من الشركات العابرة للقارات وليست شركة وطنية محلية. وكذلك شركة كريم انشئت 2012 وليست شركة محلية وطنية. وأود أن أتساءل، هل لدى وزارة النقل مع الاحترام الشديد رؤية استراتيجية لواقع خدمات النقل في الأردن؟ وهل هناك دراسة حقيقية لحاجات السوق في هذا المجال؟ ولا أود أن أخذ وقتاً مطولاً، إلا أنني في غاية الاستهجان أن سائقي التاكسي يعانون وهم تحت خط الفقر، وهم أكثر المتضررين من هذه الخدمة مع إيماني بالتحديد ضمن رؤية استراتيجية شمولية. شكرا. طرم الشيخ الرقب، لأنه لا يجوز لنا أن نعتمد على ما ورد بالصحف ومجلات استنادا للنظام الداخلي. شكرا يا سيدي. أشكر سعادة النائب على الملاحظات القيمة اللي أوردها، ولكن أريد أن أؤكد حقيقة مفادها ما يلي: بأنه إحنا دولة قانون نحتكم للقانون. قانون السير يمنع بشكل جلي وواضح نقل الركاب بالصفة الخصوصية، وهذا نتفق معه جملة وتفصيلا. بمعنى احنا نقول في وزارة النقل ان اللي بده ينقل الركاب يجب ان ينقلهم بالصفة العمومية. ولماذا نقول ذلك؟ نقول ذلك لانه الرخصة العمومي، سعادة النائب، الرخصة العمومي عندها أهلية أكثر من الصفة الخصوصية. الرخصة الخصوصية
تعطيك الحق أن تنقل أولادك وعائلتك، ولكن لا تعطيك الحق ولا تعطيك الأهلية والمهارة بأن تنقل الركاب بصفة خصوصية. ولذلك قانون السير واضح، عام 2016 رجال السير حرروا 44,000 مخالفة، كانت منها جزء كبير لسيارات أوبر وكريم وغيره وغيراته لأنهم مخالفين للقانون. اللي أنا بدي أقوله أنه هذا تطبيق عالمي واستعماله سهل جدا ويخاطب شريحة من الناس، وحتى نستطيع أن نجسر له. وأكرر ما قلته قبل قليل، ما بين هذه الخدمة وتلك قلنا الأفضل للتاكسي الأصفر أن يطبق هذه التطبيقات، وهي حفاظا على حقوقه التاريخية، لأنه إحنا جزء كبير من دورنا أن نكون الحكم العادل بين كافة القطاعات. إحنا بنقول الخصوصي يجب أن يرفع مساويته ويجب أن يكون عنده تأمين. ولذلك ما في سيارة بتمشي بالشارع العام حامل ركاب بسبب خصوصية تخالف. بمعنى آخر، لا يمكن أن لا تستطيع أن توقع المخالفة إلا إلى أن وقعت الجريمة. فرجال السير لما بيمسكوا سيارة مخالفة بيوقفوها وبيخلفوها وبيسحبوا رخصوا بحجز السيارة. شكرا سعادة الرئيس. شكرا معالي الوزير. وفق كتاب معالي وزير العمل جوابا على السؤال رقم 28 والمقدر للساعات كتاب المهندس كريم عطية. تفضل زميل الأبو سفيان، تفضل. جاوبت على الأسئلة، ولكن في اتفاقيات حسب الجدول المرفق منها، في اتفاقية رقم 116 من المراجعة الجزئية للاتفاقيات التي بناها المؤتمر، حاطين مش حاطين شيء. طب شو هي؟ يعني المفروض تكون يعني ببعث سؤال يقرا يشوف اطلع عليه، مش انه يبعث لنا ورق ومشي. يعني في اربع اتفاقيات مش محطوط عليهم شيء، ولم واحده لم تنشر، في واحده مثلا تاريخها 79 لم تنشر لغايه الان. لماذا لم تنشر لغايه الان؟ اللي هي الاتفاقيه رقم 142 لعام 1975 بشكل دور وتوجيه التكوين المهني في الاستفاده من الثروات، هاي 79 ولم تنشر لغايه الان، لماذا؟ وفي واحده اتفاقيه رقم 135 لعام 1971 بشان حمايه ممثلين العمال في المؤسسات والتسهيلات التي تعطى لهم، برضه لم تنشر، لماذا لم تنشر؟ يعني ليش تطلعوا الشعب الاردني عليها؟ لماذا لا يتم نشرها؟ بعدين اتفاقيه رقم 102 بشان تطبيق المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، يعني اتفاقيه مهمه جدا، مش محطوط شيء جنبها. شو؟ صادق عليها المجلس؟ ما صادق عليها المجلس؟ وقررت لم تقر، بدنا نعرف. كمان وحده، في الاتفاقيه رقم 120 لعام 1971 بشان الشروط الصحيه في المنشات والمكاتب، اتفاقيه مهمه، مش محطوط شيء برضه. يعني يا ريت تسمع من معالي الوزير اذا في عنده اجابه على ذلك ام ماذا؟ شكرا سعاده الرئيس. مجموعه الاسئله، يعني حاولنا قدر الامكان صوتك معالي الوزير. ضمن الارشيف الموجود لدينا حاولنا الاجابه عن بعض هذه الاتفاقيات التي تعود في بعض الاحيان الى عام 1930. وانا مستعد المره القادمه ان شاء الله ازودك بالتفاصيل لماذا لم تنشر ولماذا لم يتم المصادقه عليها بشكل اكثر دقه. شكرا بقى الوزير. رقم 936 تاريخ 31/1/2017 وفق كتاب معالي وزير الزراعه جوابا على السؤال رقم 235 والمقدم من ساعات كتاب المهندس مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. حقيقه انا اول شيء بس يعني عندما تلوت كل المحضر، يعني ما في التزام بقضيه ال 14 يوم، الراي ما يتغير الى شهر او ما يتغير، بعض الامور من شهرين او ثلاثه حتى يجي الجواب. القضيه الثانيه موضوع المحميات، انا عندي يعني عقده من شيء اسمه المعين السلم، يعني بنحكي عن 400,000 دنم في المملكة محميات، وكلها لها قيمة كبيرة جدا. وأنا أرجو من كافة إخواننا النواب اللي في المفرع في العاصمة في الكرم إلى غير ذلك يطلعوا عليها وشوفوا كم نستفيد منها. مع احترامي وتقديري لمعالي وزير الزراعة في موضوع النقاط التي ذكرها، يعني تقليل استيراد الأعلاف وتخفيض الفاتورة، ما دام نستورد أعلاف وإحنا عندنا مشكلة في موضوع الأعلاف، هل كم تمثل هاي النسبة اللي بتفيدنا فيها المحمية؟ الموارد الطبيعية وبالتالي الناتج القومي أيضا، يعني كلام إنشائي، النباتات الطبية والعطرية وتربية النحل، يعني شيء أيضا كم نستطيع أن نستفيد منها؟ المساهمة في السياحة البيئية، أنا أعتقد أيضا ما في سياحة بيئية في هذه المناطق، وأنا يعني
لانه اطلع على بعض المحميات هي استفاده لناس معينين مشان يجيبوا تمويل من الخزن، كان سطحي او جوفي، هذا الكلام ما له دخل انه محميه ولا مش محميه. مواجهه عمليات التصحر من خلال معالجه التدهور المستمر، يعني مكافحه التصحر ايضا هذه قضية لا تعتمد على المحميات بأي شكل من الأشكال، لأن المناطق الصحراوية إلها تخفيض نسبة البطالة، المستلم كم من الأيدي العامل الأردني اللي بتشتغل فيها وما هي الفائدة اللي ممكن نحصل عليها، جلب المشاريع ذات العلاقة بإعادة تأهيل الموارد الطبيعية، يعني إذا معالي الوزير عنده معلومات كم نستطيع أو كم تم تنفيذ مشاريع فيها وما فائدتها على الدولة الأردنية. وشكرا. شكرا زميل، تفضل معالي الوزير، تفضل. 16/1 والرد كان 31/1 وبالتالي خلال الفترة المقررة. القضية الأخرى حقيقة هذا أنا استجابي لسؤال سعادة النائب كان حول أسماء المحميات الطبيعية الموجودة في الأردن ومساحتها، وصلنا بالكامل أتوقع حسب الكشف المرفق، والخصوص البند الثالث وهو الجهة المسؤولة هي وزارة الزراعة، ولكن أيضا هناك جمعية ملكية لحماية الطبيعة والتي تعمل حقيقة على الحفاظ على التنوع الحيوي، وأيضا لها أبعاد تنموية وسياحية من خلال مشاريع تم تشغيلها وتطويرها وفي 7 محميات في الأردن ابتداء من ضانة ووادي الموجب والأزرق والشومري ودبين وعجلون، ولها أثر كبير جدا سياحي وتنموي على المناطق المستهدفة. إذا في هناك أي استفسارات أخرى سعادة النائب ممكن تزورني في المكتب وأنا جاهز للإجابة عليها. شكرا. النائب نفسه يناقش فيه ولكن كل زملائه بحبوا أنهم يشوفوا الإجابة لأنه كان سؤال مهم. يا ريت الملاحظات الموجودة أمام العامة. رابعا كتاب دولة رئيس الوزراء. رابعا أجله قبل ما يوصل وزير الداخلية هيجاك الطريق. خامسا كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 1142 بتاريخ 2/2/2020 وزير تطوير القطاع العام جوابا على السؤال رقم 168 والمقدم من سعادة النائب المهندس رياض العزام. زميلنا رياض 2017 جوابا على السؤال رقم 248 والمقدم من سعادة النائب الدكتور ديما طاهرون. سعادة النائب تفضلي. هي لا تفيد في إعطاء معلومة ولا في تجلية شبهة. وهذا يقودني للتساؤل من خلال الرئاسة الجليلة، هل الحكومة لا تتعاطى بجدية مع هذه الأداة الرقابية؟ ولا تحترم أسئلة بعض النواب؟ وإذا كان هذا هو الحال فمن الأولى أن تخبرنا حتى لا نضيع وقت المجلس والمواطنين في انتظار أجوبة لا تسمن ولا تغني من جوع. مما يدلل على ما قلته هو الجواب الذي وصلني على السؤال الذي وجهته لأمين عمان السابق عقل بلتاجي والممثل هنا بدولة رئيس الوزراء، ونصه هل قام أمين عمان بتوظيف 300 موظف جديد في الأمانة دون الإعلان عن هذه الوظائف؟ وهل تم تجاوز ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن؟ وظننت أن الجواب الذي وصلني بمثاليته قادم من أمانة عمان يرأسها عمر بن الخطاب، فقد أكد أمين عمان أنه لم يعين أي موظفين جدد وأن الأمانة ملتزمة بأن التعيين في الأمانة يتم من خلال ديوان الخدمة المدنية. وبالرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية الذي تعاون معي بشكل كبير وقدم لي المعلومات الصحيحة التي لم تقدمها الحكومة والتي أظهرت بداية وأصل المشكلة في كتاب وجهته إلى الحكومة بتاريخ 24/1/2017 واعترضت فيه على قيام أمانة عمان بتثبيت 1000 عامل، يعني قبل 300 اللي سألت عنهم كان في 1000 من العاملين بالأجور اليومية على الوظائف غير المصنفة أو المقطوع ومن كافة الفئات الوظيفية والمدرجة على جدول تشكيلات الوظائف للأمانة عام 2016 دون مشاركة ديوان الخدمة المدنية من خلال مندوبه في لجنة الموارد البشرية، خلافاً لأحكام الفقرتين دال وها من المادة 15 من نظام الموارد البشرية لموظفي أمانة عمان الكبرى رقم 71 لسنة 2012 وتعديلاته، والذي قضى، يعني نحكي قانون الحكومة من خلال الرئاسة الجديدة، الذي قضى البند الواحد من الفقرة دال بأن تتولى اللجنة أي لجنة الموارد البشرية التعيين أو التنسيب بتعيين أو تثبيت الموظفين وتحديد درجاتهم ورواتبهم الأساسية وفقاً لأحكام هذا النظام. قد انقضى البند 4 من ذات الفقرة بأن تتولى اللجنة إجراء الامتحانات التنافسية
والمقابلات الشخصية للمرشحين للتعيين أو التثبيت. بناء على ما سبق، أو عفوا كما قضى البند واحد من الفقرة ها من نفس المادة لغايات تطبيق أحكام البندين واحد وأربعة من الفقرة د من هذه المادة أن يضاف إلى اللجنة، أي لجنة الموارد البشرية، أحد موظفي ديوان الخدمة المدنية يسميه رئيس ديوان الخدمة المدنية. إحنا لما نطالب مشاركة ديوان الخدمة المدنية لأنه بدنا يكون في شفافية في القرارات، وبدنا يكون في شفافية في تثبيت ملا أو في ملاك أمانة عمان الكبرى، حيث يعتبر أي قرار يتخذ بناء على تنسيب اللجنة دون مشاركة مندوب الديوان مشوب بعيب قانوني من حيث الشكل. كون الإجراءات الشكلية هي ركن جوهري لصحة القرار الإداري، وعدم السير بهذه القرارات يؤدي إلى تثبيت هؤلاء المستخدمين دون مشاركة مندوب الديوان، وهذا يعتبر مخالفة صريحة لنص المادة 15-2 من نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى، والتي نصت لغاية تطبيق أحكام البند واحد من هذه الفقرة تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كل ما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور رئيس اللجنة أو نائبه ومندوب ديوان الخدمة المدنية، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. لا نكتفي بهذا الأمر، لأن المشكلة لم تتوقف هنا، لأن الأمانة مع نهاية 2016 قامت بتعيين حوالي 300 عامل بالأجور اليومية، وأمتلك كشفاً بأسمائهم جميعاً والذي كان عليهم معرض السؤال. 300 عامل بالأجور اليومية كعمال صيانة طرق، إلا أنه من خلال مواجهات المواطنين لديوان الخدمة المدنية تبين بأن بعض هؤلاء المعينين قد تم استخدامهم لتأدية وظائف من وظائف الدرجة الثالثة كمأمور مقسم. طبعاً مثل هذه الممارسات سيكون لها انعكاسات سلبية لدى المواطنين نتيجة لشعورهم بعدم العدالة والمساواة، حيث لم تعطى الفرصة للجميع بالتنافس والتقدم بناء على معاني الشفافية والنزاهة، وكرست بالتالي مفهوم الواسطة والمحسوبية. ومن خلال سؤالي لديوان الخدمة، طبعا أنا دائما ببحث وراء أجوبة الحكومة، تبين أن الأمانة لم تقم منذ تعديل نظام الموارد البشرية لسنة 2012 والذي أوجب على الأمانة تعبئة شواغرها من خلال مخزون طلبات التوظيف المقدمة لديوان الخدمة المدنية. من سنة هذا القرار لم تقم الأمانة بطلب أي مرشحين من مخزون ديوان الخدمة المدنية الضخم، والذي وصل زملائي وزميلاتي النواب إلى 334 ألف طلب توظيف، وأخذت بمفهوم الالتفاف على هذا الجانب من خلال تعيين عمال المياومة أو عامل وطن وتحويلهم بعد مدة إلى وظائف غير مصنفة من الفئتين الأولى والثالثة والثانية والثالثة من غير مؤهلات كافية، مما يتنافى مع مفهوم تعزيز مبادئ العدالة. بناء على ما سبق، أطالب الحكومة من خلال الرئاسة الجديدة التحقيق في نظام التعيين والتعيينات المذكورة، خصوصاً 1300، والتحقيق في ملف الفساد الأخير الذي أصر أمين عمان أن ينهي عهده به بالترفيعات الإدارية والمناقلات واستحداث المناصب الجديدة كنائب الشؤون المحلية. وهذا قانونياً يعتبر أن القرار الذي تم أخذه قرار منعدم، لأنه صدر من جهة غير مختصة بإصداره، والمنعدم أشد من الباطل. لذا أطالب الحكومة من خلال رئيس لجنة الأمانة الدكتور يوسف الشواربة، والذي نتوسم به خيراً في بداية عهده، العودة عن القرار وإلغائه تماماً، كما أطالب الحكومة من خلال الرئاسة الجليلة العودة عن قرار تعيين البلتاجي في الملكية، لأنه يكفيها ما قام به من مشاكل وقضايا فساد. وشكراً. هذا من الحكومة التحدث، لأن سمحتوا خلينا نسمع بعض. لا، إحنا عندنا أصحاب المعالي أو دولة الرئيس الحديث في هذا الموضوع. زميلة تفضلي دكتورة، تفضلي. شكرا سعادة الرئيس. إحنا دائما كانوا يقولوا لنا عندما يطالب كثير من الزملاء بوجود أمين عمان في جلسة إنه رئيس الوزراء هو الذي ينوب عنه، وبالتالي لا نسمع لا من رئيس الوزراء ولا من أمين عمان، وغياب الشخص من الوظيفة لا يعني إنه ما في عندنا سيستم، المفروض إنه السيستم هو اللي بيجاوب عن الشخص حتى لو كان
الشخص غائبا. فأنا لا أكتفي وأنتظر جواب لهذا السؤال من الحكومة ولم ينتهي بعدم جوابها. شكرا دكتورة. بس أنا للأمانة اليوم الزميل أو الدكتور يوسف الشواربي اعتذر عن حضور هاي الجلسة لأنه اليوم في عنده انتخابات وفي عنده تشكيل لجان في أمانة عمان. اعتذر رسمي عن عدم الحضور وهو جاهز أن يكون حاضر معكم في أي نظام الداخلي 100%. أستاذ حسين أنا طبقت النظام الداخلي مرتين طلبت كلام وأعطيتها. الزميل موسى تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سعادة الرئيس. في الحقيقة بل تم التحايل في الإجابة من قبل مدير شرطة الزرقاء، فقد طلبت منه تفصيلات الحالات، أي أنني أريد أن أعرف التهم وأجراء المحكمة ومن ثم إجراء الحاكم الإداري، ولكن تفاجأت بالجواب بأنه يعطيني أرقاماً وأعداد الذين تم تحويلهم إلى الحاكم الإداري والذي تجاوز عددهم 2500 شخص في من خلال 6 شهور فقط، أي تجاوز الرقم هذا عدد الذين تحولوا إلى المحاكم النظامية، أي ما يدل على تحويل جميع الذين يتم القبض عليهم إلى الحاكم الإداري دون الرجوع إلى الأهداف المرجوة من التي كانت مرجوة من قانون منع الجريمة. حقيقة قانون منع الجريمة الآن أصبح أداة تستعمل للتنكيل بالمواطنين وإهانتهم ودفع الكفالات المالية التي لا يستطيعون على تحمل رسومها. ناهيك عن تفضل زميل سامعينك تفضل. طيب وطبعا انا وجهت هذا السؤال على عهد وزير السابق الداخلية السابق، وكنا نلحظ في عهد وزير السابق الداخلية السابق ومدير الامن السابق التعسف وتحريض مدراء الشرطة على التعسف في استعمال هذا القانون، ولكننا متفائلون جدا بمعالي الباشا وزير الداخلية الحالي والذي نعرفه عن قرب ونعرف خبراته ونعرف كم يحترم المواطن ويعمل لمصلحة الوطن والمواطن وللحريات العامة. لكن نتمنى من وزير الداخلية الحالي الباشا غالب الزعبي ومدير الأمن الحالي محاسبة الذين تم استغلالهم لقانون منع الجريمة والتعسف باستخدام السلطة وبغير وجه حق. وقد قمت سابقا بوضع وزير الداخلية الحالي بتصرفات وتجاوزات مديرية شرطة الزرقاء ووعدني خيرا. فقانون منع الجريمة يعطي الحق بأن نحاكم المتهم بنفس التهمة أكثر من مرة، وقانون منع الجريمة يعطي الحق إلى تحويل المتهم إلى الحاكم الإداري دون أن يقول القضاء الذي نحترمه ونجله كلمته في الفصل هل هو مدان أو بريء. نحن جميعنا مع سيادة القانون ومع تنفيذ القانون، ولكن دون التطاول والتجاوز على القانون. مدير شرطة الزرقاء أصبح يتعسف جدا في استعمال هذا الحق وأصبح يتجاوز، وأصبحت المزاجية موجودة في تطبيق قانون منع الجريمة في محافظة الزرقاء والتي أصبح أهلها يشكون كثيرا من هذه التصرفات. وشكرا سعادة الرئيس. اكتفيت زميل اكتفيت بالإجابة والله. بدي أسمع رد الوزير. تفضل مع الوزير. قانون منع الجرائم قانون يعالج ويتعامل
مع معتادي الجريمة ومكرري ارتكاب الجرائم، وهو قانون احتياطي يفرض أدوات قانونية بربط المرتكب الجرائم ومكرر ارتكاب الجرائم بكفالات عدلية أو بتحديد مكان الإقامة، فرض الإقامة الجبرية عليه في مكان ما والتوقيع صباحا أو مساء أو صباحا ومساء في آن واحد. هذا القانون يعني أن إتاحة الفرصة لرجال الضابط العدلية ورجال الشرطة من متابعة ومراقبة هؤلاء المكررين إنه ليس قانون بالمعنى القضائي بل بالمعنى الإجرائي الذي يتيح لرجال الضابط العدلية الملاحقة والمتابعة ثم أحياناً ضرورة فرض إقامة جبرية عليه حتى تقيد مكان إقامته ويكون دائماً تحت رقابة الشرطة. الأحكام التي تصدر على هؤلاء المرسلين إلى المحاكم، الأحكام هي من اختصاص القضاء، ليس ذلك من تدبيراً قضائياً لنا أو لنا دور به، فقط التدبير الإجرائي الذي تتخذه مؤسسة الضابطة العدلية لمتابعة هؤلاء الأشخاص. ما تفضل فيه الأخ العزيز سعادة النائب المحترم هو موضوع قيد الدراسة، هذا الموضوع كله تم قبل تسلمي لمهامي الوظيفية الآن. هذه المسائل أعد أنني سأعيد النظر بها وأقرأ الحالات كلها بشكل مستفيض، لأن الموضوع كان قبل حتى أن أتسلم مهامي في هذا المنصب. وننصف إذا كان هناك حالات تحتاج إلى رفع الإقامة الجبرية عنها، نحن سنعمل إلى ذلك، وتبقى المسألة فقط على الخطرين والمكررين. شكراً سعادة الرئيس. شكراً. تكلمت في مداخلتي عن تفاؤلنا ومعرفتنا بشخص الوزير الحالي، وفعلاً أنا كان ملاحظات جميعة على عهد الوزير السابق، لكن بقيت مستمرة يا معالي الوزير، اللي هي التطاول والتعسف والتعدي وجميع القضايا بدون تكرار. أنا أحب أن أضع الوزير بالصورة، جميع القضايا في محافظة الزرقاء يتم تحويلها إلى الحاكم الإداري بغض النظر هل هو مكرر هل هو غير مكرر. ثانيا في قسم السير مثلا بالزرقاء، أنا برضو طلبت تزويدي الذين تم تحويلهم إلى الحاكم الإداري، إذا تمت أي مخالفة مركبة في شرطة سير الزرقاء مثلا، لأنني من محافظة الزرقاء، يتم مخالفته مخالفة قانونية، وهذا كلنا تحت القانون ونريد سيادة القانون، ولكن بعد المخالفة الرسمية يتم تحويله إلى الحاكم الإداري، ومن ثم يتم حجز سيارته لمدة أسبوعين. هل يجوز في أي قانون بالعالم أن نحاكم الشخص على نفس التهمة بأكثر من مرة؟ لا يجوز هذا الحكي، وهذا الحكي ينطبق على قانون من الجريمة الذي يستبد به في الزرقاء مدير شرطة الزرقاء. وشكرا. ليش ما خلفناش نظام؟ شو لا سيد الرئيس لو سمحت نسمع عن المؤتمر القمة من وسائل الإعلام الخارجية، نطلب الحكومة بالتركيز على مؤتمر القمة العربية التي سيعقد في نهاية هذا الشهر، ونطلب من الدول التي ستحضر في هذا المؤتمر داعمين للأردن، لأن الأردن بحاجة إلى دعم عسكري وفادي ومعرفي، وهذه الدورة يفتتحها جلالة الملك المعظم لمجلس الأمة ومجلس الأعيان. وإننا بهذه المناسبة ندعم قائد الوطن بكل ما يأتي به من دعم الأردن والدول العربية، وهذه صورة جلالة الملك عندما يفتتح الدورتين العادية لمجلس
فواز، سيدنا موجود، سيدنا دائما موجود في قلوبنا وبالوجدان وعلى رؤوسنا، ونعتز برفع صورته في كل اماكن يا سمير فواز سمير خليل. السؤال الذي يلي الدكتورة ديما، كان عندك ملاحظة حابة تفضلي دكتورة ديما. بس بعد إذنك سعادة الرئيس، أنا يعني فاتني أنا أقول إنه راح أحول هذا السؤال لاستجواب لأني لم أجد رد من الحكومة. شكرا. حقق زميلي، حقق زميلي، طلع مدير الموارد موجود، حابة ترد مدير موارد أمانة عمان موجود، حابة ترد، مع إنه يعني حولت الاستجواب انتهى، حولت الاستجواب انتهى انتهى انتهى. حكم علي يا جماعة، طولوا بالكم، يعني إحنا زملاء يا إخواني، طولوا بالكم، نظام داخلي بيحكم لنا. زميل فراس العدوان تفضل. خامسة، كتاب دولة رئيس وزراء رقم 1142 تاريخ 2/2/2017 وفقه كتاب معالي وزير الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات وزير قطاع تطوير القطاع العام جوابا على السؤال رقم 168 والمقدم من سعادتنا المهندس رياض العزام. تفضل زميل، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير للجميع. كنت في 10/1 من هذا العام قد توجهت بالسؤال: ما هي خطة الحكومة في دمج أو إلغاء بعض الهيئات المستقلة التي تحقق عجز في موازناتها المالية، مع بيان التفاصيل الرئيسية ومراحل التنفيذ؟ من المعلوم أنه لما كنا في الحملة الانتخابية كانت من أكثر القضايا التي تثار من قبل الشعب، وكذلك وذكرت من كثير من النواب في كلماتهم اللي قدموها في جلسات الثقة، وحتى في بعض الزملاء كمان قدموها كأسئلة. وردني الجواب التالي مقتضب قد يكون مبرر، بس رايحين احنا نحكي بالموضوع عن الموضوع. وانا هي تقريبا في بعض الامور قلتها من الموازنه امبارح، يعني عندنا 57 وحده مستقله ومؤسسه، مجموع العجز حوالي 355 مليون. والله زملائي، خلينا نسمع لزميلنا. يا زملاء، زملائي النواب، زملاء النواب، فنسمع لزميلنا، صوتهم اعلى من الزميل لو سمحتوا. تفضل زميل اكمل، تفضل. الكثير من قواعدنا بيعتقدوا ان المؤسسات يعني اجت لتنفيذ بعض الاشخاص وتحقق خساره في الموازنه. نقنع الشعب وان نقنع النواب انه احنا في الاتجاه الصحيح. حتى انا بدي اذكر يعني بصراحه حتى اكون صريح، مش كل الهيئات ممكن تكون سلبيه، لانه اذا متذكرين في وبعض الاشخاص غير مفرغين مما يؤدي الى مشاكل، فحتى المجلس ردها حتى نحقق الهدف. يعني احيانا ممكن تكون الهيئه برواتب نسبيين عاليه لمصلحه البلد لبعض المواقع الحساسه. بس بدي اسال معالي الوزير انه متى متوقع الانتهاء من هذه الدراسه؟ اخي يحيى اذا سمحت بالله، متى متوقع الانتهاء من هذه الدراسة؟ وهل سيتم عرض النتائج أول بأول ولا دفعة واحدة هنا في المجلس؟ وبعكس ذلك سأكون مضطر لتوجيه السؤال حسب المدة اللي أنت بدك تقولي لي إياها، متى ستكون الإجابة جاهزة إن شاء الله؟ شكرا زميل. تفضلي معالي الوزير المحترم، تفضلي. دكتور نظام، دكتور ممدوح، تفضل. شكرا، بحق لي أتدخل وأقرأ في نقطة النظام. لا ما قرأتهاش، احنا حافظينه النقطة من المادة، يعني معلش كلها كلكم حافظينه، بس خلينا نقرأ المادة 129 ألف. وأرجو الأخت ديما إذا أنت النظام الداخلي أن تقرأ المادة 129 ألف. عند عرض السؤال والجواب على خدمة الأمان يعطى النائب حق الكلام، ثم يعطى الوزير حق الرد. كويس؟ فإذا اكتفى النائب بالرد يغلق الموضوع، وإلا فللنائب حق الكلام مرة ثانية أو تحويل السؤال إلى استجواب. أنت تكلمتي مرة ثانية ولا يجوز أن تطلبي استجواب. دكتور ممدوح، معالي الوزير، معالي الوزير لو سمحت، معالي الوزير، هي طلبت مني وقالت فاتتني عذرا وطلبت تحويلها، فإذا سمحت في طريقة المخاطبة مع الزملاء. الحقيقة يا دكتورة ديما، دكتورة ديما اتفضل، وبعدين النظام الداخلي مع الوزير، اتاكد انه جميع الزملاء بما فيهم الوزراء اللي من كل لهم كل احترام، وزملاء النواب كلهم قارئينه
وكلهم عارفينه وكلهم عارفين بيتصرفوا. وزميلة دي ما اعتذرت وقالت لاني في المره الثانيه لم احول سؤالي لاستجواب، انا بحول سؤالي لاستجواب، ممكن الواحد يعتذر، فارجو انه نعديها. زميلة دي ما تفضلي. شكرا سعاده الرئيس. انا المره الثانيه طلبت بالاجابه وقلت انه هذه اجابه غير مقنعه، ووجود رئيس الوزراء ممثلا هو يجب ان يكون الذي يقوم بالجواب، لانه قيل لنا انه هو الممثل لامانه عمان. فلما لم يكن جواب انا وصلت بعد المداخله ورقه لسعاده رئيس المجلس ان يحول السؤال الى استجواب. طيب حولت السؤال الى استجواب ولا حابه تسمعي الرد؟ موجود طلع مندوب الامانه موجود بالله الزملاء خليني اديك. بعد اذنك سعاده الرئيس. يا اخوان احنا مش قاعدين نتهاوش هون، احنا لو سمحت قاعدين نشتغل ونشرع ونراقب للحكومه للبلد. زميلة ديما حابه تسمعي الرد من وين؟ شكرا سعاده الرئيس. حولت السؤال الى استجواب. شكرا سعاده الرئيس. من باب ان المجلس حريص على ابداء الحقائق وليس تسجيل المواقف، فانا احب ان اسمع الى رد الموارد البشريه بعد اذنك. شكرا. تفضل مندوب الامانه. تفضل متان. مساء الخير سعاده الرئيس. مساء الخير اصحاب السعاده النواب. الحقيقه انا بعتذر عن معالي يوسف الشوارب، كان اليوم في ترتيب للانتخابات نائب امين المجلس وبالتالي ارسلني كمندوب. الحقيقه الاستجواب او السؤال اللي جانا من سعاده النائبه الدكتوره كان يتعلق هل قامت الامانه بتعيين 300 موظف وهل تم تجاوز ديوان الخدمه المدنيه بهذا الموضوع؟ الحقيقه انه امانه عمان خلال الثلاث سنوات ونصف الماضيه لم تقم بتعيين اي موظف. ما تم يمكن السؤال يتعلق بتعيينات العمال، والذي يحكم هذا الموضوع هو نظام الموارد البشريه في الماده 6 الفقره باء، يعين العمال باجور يوميه ويؤدونها خدماتهم بقرار من الامين بناء على تنسيب مدير المدينه المستند الى توصيه مدير الموارد البشريه. وبالتالي ما تم الحديث عنه هو يمكن يتعلق بعمال الصيانه الذين تم تعيينهم في نهايه عام 2016 بناء على الاحتياجات وبناء على ما هو مرصود في جدول تشكيلات الوظائف والمبالغ الماليه مخصصه لتعييناتهم، وتمت التعيينات ضمن النظام. الحقيقه انه ما توارد يعني او انه انحكى انه ورد انه تم تعيين هؤلاء في وظائف الفئات، هذا الموضوع نهائيا لم يحدث. جميع العمال خاضعين لفتره تجربه لمده 3 شهور حسب قانون العمل، وجميع بامكان التحقق من وظائفهم هم جميعا على مرتب دائره التنفيذ وصيانه الطرق ويقومون باعمالهم. وقد تم تشدد الامانه منذ 3 سنوات في اجراءات التعيين، رغم ان القانون لا يمنع تعيين حمله المؤهلات العلميه بوظائف العمال، لكن الامانه تشترط عدم حصول العمال على شهادات علميه لمنع امكانيه تسربهم الى وظائف اخرى. ودفعة 300 استنكف منها 60 شخص لعدم تحقيق الشروط والمتطلبات الخاصة بهذا الموضوع. أما ما يتعلق بتثبيت العاملين الألف وأنه تعيينهم وتم تجاوز ديوان الخدمة المدنية بهذا الإطار، المادة تتحدث عن الموظفين الجدد الذين يتم تعيينهم من مخزون الخدمة المدنية، وجميعهم يكونون خاضعين لفترة تجربة، وإجراء تثبيتهم تكون من خلال وجود مندوب ديوان الخدمة المدنية بلجنة الموارد البشرية. لكن أمانة عمان منذ 4 سنوات تقوم بالحصول ومن ضمن جدول تشكيلاتها وضمن موازنتها السنوية تبعت سياسة تثبيت العاملين على نظام المياومة، والاجراء هذا سنوي منذ 4 سنوات، يعني لم يتم هذه السنه فقط، من 4 سنوات صرنا محولين اكثر من 4500 موظف، لم يضيفوا اي اعباء ماليه لموازنه الامانه، وجميع اجراءات تثبيتهم تتم وفق الفئات بناء على شهاداتهم. موظفين الفئه الاولى حملت الشهاده الجامعيه، والفئه الثانيه حملت الدبلوم، والفئه الثالثه، ويتم مراعاه احتياجات الامانه في هذا الاطار. نعم. من ديوان الخدمة المدنية مشكورا ينافي ما تفضل به رئيس الموارد البشرية في كتاب موجه إلى رئاسة الوزراء بتاريخ 24/1. لذلك بما أن في هناك تضارب في المعلومات لا أكتفي بهذه الإجابة وسأحوله كما قلت سابقا إلى استجواب. شكرا. جليلة، فعلا موضوع دراسة الهيئات المستقلة موضوع جدي جدا. بدأنا بالدراسة الداخلية في وزارة تطوير القطاع العام، هناك 57 مؤسسة مستقلة، وبنعرف انه الهدف هو ترشيق الجهاز الحكومي لرفع كفاءته
وضبط النفقات، بالتالي ضبط النفقات. دراسة داخلية سوف تعرض على اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء، وبعدها تعرض على وزير الدولة للشؤون القانونية لأخذ القرار المناسب ليتم عرضها على مجلس الوزراء. طبعا نعرف احنا المؤسسات المستقلة لها طبيعة مختلفة، كل مؤسسة مستقلة مختلفة عن الثانية، فبدها دراسة من ناحية قانونية، من ناحية حاكمية مؤسسية، من ناحية تنظيمية ورقابية، فالموضوع شوي عميق. انا اتوقع انه ان شاء الله الدراسة جدية واحنا مستعجلين كثير عليها. المفروض بالربع الثاني 2017 ننتهي من الدراسة ثم تعرض على مجلس الوزراء موقر لأخذ الإجراء المناسب أو لأخذ القرار المناسب. شكرا. دخلي بسيطة، إحنا كان السؤال، أنا بصراحة بدي أسجل عتبي على بعض الوزراء في عدم التعاون في موضوع الرد والتواصل، مش الكل، وأنا مش راح أذكر الأسماء هون، الواحد مش عاجز عن ذكر الجدد. إحنا دولة رئيس الوزراء حكى إنه إحنا متشاركين وهي توجيهات جلالة سيدنا. الوزير 100% مشغول، واحنا كمان مشغولين اكثر منه. انا شخصيا اذا بيجيني تلفونات بجوز ثلثينها بيجي مش مسجل عندي، بجوز مش ملزم احيانا، اما الرقم المسجل عندي وبعرف انه ضرير برد، فاحنا تلفوناتنا عند بعض. بتامل لما نحكي مع وزير انه يقدر ويحترم النائب اللي يمثل فيها كبير من الشعب، رد عليه بركي في شغله طارئه، لانه بصراحه الوزير خلينا نكمل دقيقه. انهيت بنفس الوقت، يعني انا بسجل شكري لبعض المسؤولين والوزراء في التعاون، يعني مرات لاحقه، يعني انا شو الحل عندي اذا ما تجاوب التلفون؟ ابدا اضطر اروح على المكتب بدون موعد، بخلق انا مشكله. ولكن بعض الوزراء متعاونين، وانا بسجل شكري بصراحه لرمز من هالرموز كمثال، وهي رئيس صندوق المعونه الوطنيه الاخت بسمه اسحاقات، متعاونه بترد على المسجات بترد، وانا بسجل شكرها الها ولمن مثلها، وبتامل من الاخوان اللي متعودين ما يردوش علينا ردوا، لانه في عندنا اسلوب اخر للتعامل. شكرا. انا كتاب دوله رئيس 2017 ومرفقه كتاب معالي وزير الداخليه جوابا على السؤال رقم 366 والمقدم من سعاده النائب المحامي عبد المنعم العودات. تفضل يا عبد المنعم، تفضل. شكرا. يهم كل ابناء هذا الوطن من شماله الى جنوبه، ويتعلق بمساله في غايه الاهميه. السؤال هو استفهام. زميل خالد شيخ للخطاب بعض. زميل خالد في طريق الاضاءه، في طريق الاضاءه. شكرا زميل خالد، شكرا. احكي للزميل، لا تضيع زميلك لو سمحت. لا تضيع زميلك. السؤال هو استفهام العضو عن أي مسألة، عن أي مسألة في أي شأن من الشؤون العامة، والاستجواب هو محاسبة الوزير أو الحكومة عن أي تصرف من التصرف. فأنا بعدما نما إلى علمي عن مسألة في غاية الأهمية، قمت بتوجيه سؤال لأستفهم من الحكومة حول هذه المسألة، وهي أخواني المسألة تتعلق بأنه أصبح أمانة عمان والبلديات الأخرى تقوم بتحصيل المثقفات من خلال قانون تحصيل الأموال الأميري، وتقوم بتوجيه دائرة الأموال العامة، تقوم بوضع إشارة الحجز على المركبات وعلى الأموال غير المنقولة. هذا بفهمه، وكل واحد قانوني في الأردن بفهم هذا الكلام، بوضع إشارة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة. فأنا وجهت سؤال وقلت لماذا يمنع المتخلفين عن دفع الرسوم المثقفات من ترخيص مركباتهم بعد انتهائها؟ جاءني السؤال بمنحى آخر، يقول الجواب يقول أنه حسب نظام ترخيص المركبات لا يجوز ترخيص المركب إذا كان عليها مخالفات السير. يعني أنا أتحدث بشيء والجواب يتحدث بشيء آخر. مع احترامي وتقديري لأستاذنا معالي وزير الداخلية، بحترمه وبجله، هذا الجواب يتحدث عن شيء آخر. لكن إخواني الآن كل الناس اللي عليه 100 دينار مثقفات ما بيقدر يرخص سيارته، شو معنى ذلك؟ معنى ذلك إني أنا بقول له روح خالف قانون السير، بموجب قرار إداري لا يحترم قانون السير، هذا القرار إنه عليك مخالفة قانون السير، أنا بقول للناس روحوا خالفوا قانون السير ولا ترخصوا سياراتكم.
ما هكذا تورد الإبل وما هكذا تطبق القوانين. ونحن نتحدث عن دولة المؤسسات والقانون وفرض سيادة القانون. أنا يقيني أن دولة رئيس الوزراء عندما يعلم بهذا الموضوع سيتخذ إجراء بهذا الموضوع، أنه لا يجوز أن أمنع مالك المركب من ترخيص سيارته امتثالاً لقانون السير اللي هو ملزم إليه وإليك ولغيرك. وبالتالي يسألوا كل القانونيين اللي بالأردن إذا هذا الكلام بصير ولا بيجوز يصيرش. أما بصير أضع إشارة الحبس على المركبة إنه ممنوع التصرف فيها ونقل ملكيتها إلا تروح تسد الأموال اللي مستحقة عليك. بس ما بقول له لا ترخص، ممنوع ترخص، لأنه هذا التزام قانوني علي أنا، أنا ملتزم التزام قانوني. فهذا يا أخوان أنا استغربت إنه كيف بتم التصرف عندنا هون وإحنا في غفلة من أمرنا. هذا شيء والله أذهلني، وحتى ما استطعت إني ألتمس عذر في هذا الموضوع. ودائرة الترخيص كل يوم بروح الناس وكل يوم يرجعوا، أنت عليك مسقفات 100 دينار و200 دينار ما بصير ترخص. إيه أنا جاي التزاما مني بقانون السير أرخص مركبتي. فأنا أتمنى على وزير الداخلية وعلى دولة رئيس الوزراء أن يعاد النظر بهذا الموضوع وأن يتخذ القرار المناسب بهذا الموضوع. شكرا سعادة الرئيس. هذا الموضوع سندرسه دراسة مستفيضة وسنعود إليكم، لأنه أنا أرى وجاهة ما تفضلت به، سيما وأنه منع الترخيص يعني أن البعض سيقوم بسياقة سيارتي دون ترخيص. شكرا. شكرا للرئيس. تم تبييع عبد المنعم الوزاري المحترم، وانا مخالف للنظام الداخلي وهذا نص موجود في النظام الداخلي. يا زميلي يا خالد، السؤال الذي المحترم كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 1373 تاريخ 8/2/2017 جوابا على السؤال رقم 10 والمقدم المعالي النائب المحامي عبد الكريم الدهبي. معذره سيدي. ثامنا تاسعا كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 1398 تاريخ 9/2/2017 ورفقه كتاب معالي وزير الصحة جوابا على السؤال رقم 284 والمقدم من سعادة النائب السيد منصور مراد. زميل منصور تفضل. شركات وتدعى الشركة المثالية المتخصصة في الخدمات الفندقية من هذا العطاء، وهو خدمات خدمة نظافة في مستشفى البشير الحكومي. رغم أنه هذه الشركة التي تم استبعادها تم إرساء العطاء عليها لأنها قدمت أقل الأسعار من كل الشركات الأخرى التي تقدمت في المنافسة، وكان سبب استبعاد الشركة المثالية من قبل اللجنة الفنية ووزارة الصحة للأسباب التالية: وجود مخالفات سابقة عدد 80، الاشتباه بوجود فاتورة مزورة بقيمة 15,000، وبموجب ذلك تم إحالة العطاء على شركة أخرى تدعى الخبير، أسعارها أعلى بكثير من الشركة التي تم استبعادها، رغم وجود 600 مخالفة أكثرها تدني مستوى النظافة، وهذه كارثة تعتبر للمستشفيات ومن أخطر المخالفات. تصوروا 600 مخالفة وسعرها أعلى من السعر تم استبعادها لأنه عليها 80 مخالفة. وما أريد أن أقوله لمعالي وزير الصحة المحترم، كان الأجدر أن تطلب وزارة الصحة سنداً للمادة الثالثة البند السابع كضمانات إضافية، ضمانات إضافية كشرط لإحالة العطاء على الشركة التي تم استبعادها كونها تقدمت بأقل الأسعار، ويوجد معها ولديها شهادات حسن أداء من الخدمات التي قدمتها هذه الشركة من مستشفى الأميرة رحمة ومستشفى الأميرة بديعة، تتضمن مخالفة واحدة فقط تدني مستوى خلال أربع سنوات لم تخطئ هذه الشركة، ورغم ذلك تم استبعادها وهو يعتبر سجل مشرف للشركة. أعتقد بأن هناك استهداف واضح للشركة المثالية. أرجو من معالي وزير الصحة فتح تحقيق أو مساءلة أعضاء اللجنة، أعضاء لجنة الخدمات المركزية في
لوزارة الصحة. الخلل الذي حصل هو أعضاء لجنة العطاءات المركزية دائرة اللوازم العامة في ادعاءاتهم حتى يبعدوا تلك الشركة. أعتقد أن هناك استهداف، وأعتقد أن هناك في بعض الرشاوي. أرجو من وزير التحقيق أن يتحقق منها. وفي مسألة أخيرة، لدي وثائق رسمية أستطيع أن أزود فيها وزارة الصحة بكل الأخطاء التي تم إلحاقها بالشركة التي تم استبعادها. وشكرا. شكرا زميلي المحترم معالي وزير الصحة. تفضل محترم الشباب، تفضل معالي الوزير. سعادة الرئيس، أشكر سعادة النائب على السؤال، والحقيقة أن السؤال ورد الحقيقة أن السؤال ورد سميع عبد الله. تفضل، ايش مالك سميع عبد الله؟ معالي وزير الصحة أكمل. شكرا سعادة الرئيس، وأشكر أيضا مرة أخرى سعادة النائب على الملاحظات. وأنا حقيقة بأكد لسعادة النائب أنه وردتني الملاحظات والاعتراض من الشركة قبل الإحالة، وتحدثت مع المدير عام اللوازم وأكدت عليه، وقلت لصاحب الشركة أن يكتب اعتراض، وبعثت الاعتراض إلى دائرة اللوازم المركزية ولجنة العطاءات هناك، وتحققوا بطريقتهم. أنا لا أدخل في تفاصيل يمكن سؤاله، وتحققوا بطريقتهم عن ذلك. وكل أعضاء اللجنة ردوا كما فهمت أصروا على قرار الإحالة على هذه الشركة اللي تفضلت فيها، على الرغم من وجود الاعتراض. وطبعا قرار اللجنة العطاءات المركزية هو القرار الملزم، وحرصا مني على عدم تأخير الخدمة للمستشفى حقيقة صادقت على القرار، وكان ذلك بعد ورود الشكوى، وأنا أعترف بذلك. وهذا بعد أن استفسرت عن كامل الإجراءات بما فيه الجهات الرقابية والمستشارين القانونيين وكل شيء. ولكن أنا بحب أقول أنه أيضا قرار اللجنة المركزية هو اللجنة صاحبة القرار في الأمر، ولا يطعم بقرار المهاكم الإدارية. أنا حقيقة أنا يعني إذا كان عند هذا الشخص، وأنا والله لا أعرف إذا كان عنده وجهة نظر أو لا، لأني كنت حريص على إيصال هذه المعلومة إلى صاحب القرار. فإذا كان فيه يستطيع أن يطعم في المحكمة الإدارية، والمحكمة الإدارية هي صاحبة القول الفصل في ذلك. العليا، نعم. نعم. شكرا يا زميلي يحيى، بلاش تقاطع مع الوزير. ممكن؟ مع الوزير يحيى زميلي المحترم المنصور. وثائق رسمية إذا حب معالي الوزير يطلع عليها فأنا مستعد أقدمها له. وأنا يعني حقيقة لجنة العطاءات المركزية أرجو مساعدتها، لأنه يوجد وثائق رسمية بذلك. معالي الوزير دولة الرئيس، تفضل دولة الرئيس. نرحب بأي وثيقة نحصل عليها تبين أن هناك خلل، لأن الأصل هو إصلاح الخلل، فنرحب بهذه الوثيقة وأي وثيقة أخرى. شكرا. شكرا دولة الرئيس. 64 تاريخ 15/2/2017، وفق كتاب معالي وزير العمل جوابا على السؤال رقم 360 والمقدم من سعادة النائب المهندس خالد رمضان. تفضل زميلي خالد، تفضل. الزميلات والزملاء، الرئيس راحتنا تحكي مش تقبل، هذا نظام داخلي. نعم، ولست في حديثي قاصدا، لا زميلي عبد المنعم ولا زميلي الشيخ. نعود إلى موضوعة الأسئلة، ولا ضير بمغادرة رئيس الوزراء. أقول التالي: أنا كنائب في مجلس الأمة أعلم تماما أهمية السؤال والجواب، كذلك الانتقال للاستجواب،
هذه أدوات رقابية، ولكن بعد 5 شهور من الخبرة هنا، وأنا أقل لكم خبرة، وأنتم زميلاتي وزملائي جميعا تشرفوني، أقول الآتي في موضوع التعاطي الحكومة وأعضائها مع الأسئلة. أعتقد أنها تفتري على الدستور، تفتعت على الدستور. لماذا؟ أنا كنائب لما يرفع بوجهي كلاما لوزير أن اتفاقية ما موقعة مع العدو الصهيوني هي سرية ومحمية بوجه مجلس النواب، نحن سلطة تشريعية، لنا الحق بالسؤال والجواب، لنا الحق بالسؤال والجواب، ولا يوجد بالسلطة التنفيذية من هو أكثر إخلاصا للوطن من السلطة التشريعية. حقي بالتعبير تماما، وأعلم بالسؤال. لو سمحت لي زميلي، لو سمحت لي، أرجو ألا تجعل الجدال بيننا، أنا أحترمك. لو سمحت، لو سمحت لي زميلي، كتاب دولة رئيس وزراء رقم 1553 تاريخ 15/2/2017 والفرق كتاب معالي وزير الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات وزير تطوير القطاع العام جمهور السورة 361 ولا تقرأ من النظام الداخلي. سمير خالد، تحترم النظام الداخلي. اليوم حريتك داخل السؤال، الكتب المدرسية المقررة وأدلتها
ولا يجوز تدريس أي كتاب أو تطبيق أي منهاج في أي مؤسسة تعليمية إلا بموافقة المجلس، وهذا في بند المادة 24. يتخذ المجلس قرارات محددة بشأن الأمور التالية، أي أن قرار اعتماد أي كتاب مدرسي أو تدريسه لا يتم إلا بناء على ما يسمى بقرار جديد لمجلس التربية والتعليم. أما الكتب موضوع السؤال فيبلغ عددها 32 كتاباً لم تطابق القانون وخالفت مخالفة صريحة للقانون أنها لم تحمل قرار مجلس التربية والتعليم. بعض الكتب سيد الرئيس حملت قرار ب 23/4/2014، وبعض الكتب حملت قرار 26/3/2015. الكتب المدرسية التي تطبق في المدارس هي أحد أمرين، إما أن يكون الكتاب جديد ويحمل قرار جديد، أو أن يكون الكتاب قديماً جرى التعديل عليه ويحمل القرار السابق. إلا أن هذه الكتب موضوع السؤال حملت عنواناً بأنها جديدة وللمرة الأولى ولم تحمل قراراً بذلك. الإجابة التي حصلت عليها من وزارة التربية والتعليم، وأنا أعتبر أن وزير التربية والتعليم هو مثلي، سألت السؤال كي نجاب نحن الاثنين على مثل هذا هذه الإجابة. ومديرية المناهج في وزارة التربية والتعليم هي المعنية بهذه الإجابة بالذات. جاءت الإجابة سيد الرئيس، ويبدو أن العنوان الأساسي في إجابات النواب هذا اليوم أن الإجابة للسؤال لم يتم طرحه، أو إجابة لشخص لم يقرأ السؤال أصلاً. إجابة الوزارة أن تعمل إدارة المناهج والكتب المدرسية في كل عام على إعادة طباعة الكتب المدرسية. يحدثوني عن إجراء إعادة الطباعة، علماً أن الكتب التي تحدثت عليها عنها وعددها 32 كتاب تحمل أولى وتجريبية وليست قديمة وليست إعادة طباعة. الإجابة الثانية، الجزء الثاني من الإجابة عفواً، تشير إلى لقد عدت هذه الكتب طبعات تجريبية نظراً لإجراءات إدارة المناهج، وكأنهم يعرفونني لماذا سميت تجريبية. إذن الإجابة كانت تحمل إجراء التصحيح في حالة إعادة الطباعة، وأيضاً تتحدث عن لماذا تسمى الطبعة تجريبية ومتى تسمى الطبعة تجريبية. لم تكن أبداً الإجابة عن السؤال المطروح، لماذا درس أبناؤنا مئات الآلاف من الطلبة درسوا كتب لم يتم إقرارها من قبل مجلس التربية والتعليم. لذلك سيد الرئيس أطلب الإجابة من معالي وزير التربية والتعليم حول السؤال الذي لم تتم إجابته إلى الآن. شكراً سعادة الرئيس، وشكراً سعادة النائبة، وأشكر حرصكم على هذا الموضوع. وأود أن أؤكد لسعادة النائبة أن سياسة الوزارة اليوم أي تعديلات على الكتب المدرسية سوف تعرض على مجلس التربية والتعليم لأخذ الموافقة عليها. فسياسة وزارة التربية والتعليم اليوم أن أي تعديلات طفيفة أو أكثر من ذلك على الكتب المدرسية سوف تعرض على مجلس التربية والتعليم لأخذ الموافقة عليه. أما فيما يتعلق بالتعديلات التي تمت سابقاً على الكتب، فالوزارة كانت تجتهد بأن تميز بين نوعين من التعديلات. التعديلات الجوهرية
التي تطال الإطار العام والمنهج بشكل عام والنتائج المتوقعة بشكل عام من المناهج، وبالتالي تغييرات جذرية وكانت تعرضها على مجلس التربية والتعليم، وتفرق بين هذه وبين التعديلات على النصوص التي لا تتعارض مع الهدف العام من المنهج. وفي هذه الحالة قامت الوزارة بتجريب هذه الكتب قبل إقرارها، وفعلاً وجهت المعلمين إلى بدء المرحلة التجريبية وإعطاء التغذية الراجعة حول هذه الكتب. الآن في ضوء الملاحظات التي وردت من الميدان ومن نقابة المعلمين ومن مصادر عدة ومن السادة النواب على هذه الكتب، تم تشكيل لجنة للمراجعة برئاسة الدكتور خالد الكركي وعضوية عدد من أساتذة الجامعات والخبراء المتخصصين في المباحث المذكورة، ووضعت لها معايير واضحة لهذه اللجنة. من هذه المعايير، بس حتى تعرفوا، الحرص على قدسية الذات الإلهية والقرآن الكريم والحديث الشريف وعدم المساس بها، انسجام المحتوى مع القيم والعادات والتقاليد الأردنية، عدم تضمن المحتوى ما يشير إلى تشويه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسير الأنبياء والصحابة، خلو المحتوى من الموضوعات أو الصور أو الإشارات التي تتنافى مع منظومة قيمنا وثقافتنا الإسلامية إلى ما ذلك. فوضعت معايير لهذه اللجنة، وبناء على ذلك اجتمعت هذه اللجنة وأصدرت تقرير شامل وعملت دراسة شاملة، قدمت تقرير يتضمن توصيات محددة، وأقر مجلس التربية والتعليم بعد دراسته من قبل لجنة الإنسانيات أيضا هذا التقرير، وعرضت الكتب المدرسية للمباحث المذكورة على لجنة الإنسانيات ودرستها بشكل مفصل، وفي المحصلة أقر مجلس التربية والتعليم الكتب المدرسية للمباحث المذكورة. وأعيد وأكرر أن سياسة وزارة التربية والتعليم اليوم هو عرض أي تعديلات على الكتب المدرسية إن كانت بسيطة أو جوهرية على مجلس التربية والتعليم، وأخذ الموافقة عليها قبل أن يتم تدريسها. مع الشكر الجزيل. معالي الوزير، أما الحديث عن طمأنتنا إلى أنه في حال إجراء أي تعديل على الكتب أنه سيتم عرضه على مجلس التربية والتعليم لإقراره، فهذا شيء مطمئن. أما أنه إلى الآن لم نحصل على إجابة أن 32 كتاب تم تدريسها للطلاب عاما كاملا لم تحمل قرارا وخالفت وزارة التربية والتعليم بذلك قانون التربية والتعليم نفسه، إذ أنه لا يجوز ولا بأي حال من الأحوال أن يتم تدريس حتى مرفق لكتاب أو دليل بدون أن يكون هناك مرجعية في مجلس التربية والتعليم. ونظرا لخطورة هذا الإجراء، ونظرا لأن المناهج تعتبر هي الجزء الأخطر حاليا في وزارة التربية والتعليم، فأن تحميل الجهات التي أدت إلى مثل هذا الإجراء وهذه المخالفة الصريحة للقانون وإحقاق الحق في النهاية والذهاب نحو جيل عاما كاملا لم يتعلم شيء حقيقي في كتبنا المدرسية خالية سنة من عمر هذا الجيل، ذهبت هباء من الصف الأول ولغاية الصف السادس في 3 كتب، مجموعة 32 كتاب. أحول السؤال إلى استجواب. شكرا زملائي، يعني توارد لكم ناجحين بالشوفان، لم تصدر أي أوامر، لم ترأسنا الجلسين ولا أي في المجلس والتحاق القرامي بمنع أي شخص يدخل الشوفان، أي شخص مرحب فيه، الأردنيين كلهم مرحب فيه أنهم يحضروا الشرفات وأن يكونوا ضمن النظام الداخلي، وأهلا وسهلا فيهم في كل الأوقات. سمير قيس راح يعطيكم النظام، تفضل. 50 بلايز مكتوب عليها لا لغاز العدو. لم يبلغ فيها، لم يبلغ فيها. وأنا أعي إنه الرئاسة الجليلة، يعني اللي حدث مع زميلي النائب خالد رمضان أعتقد مضبوط كان هو لم يتكلم في السؤال، لكن برضه لقاء يعني النظام الداخلي في بعض الأحيان نتعامل معه زي الخيار والفكوس سعادة الرئيس،
يعني في كثير زملاء من زملاء النواب بيقوموا بيحكوا في نقاط غير نقاط النظام، وهذا الذي حدث. انت تعرف اني انا بطلب نظام داخلي. شكرا لك. شكرا لك. زملاء احنا معدلين. Thank you.